ترأست مملكة البحرين أعمال الدورة 47 لمجلس وزراء الإعلام العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد تزامن ذلك مع الاحتفال بالدورة الأولى بيوم الإعلام العربية. وقد أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بعد تسلم المملكة رئاسة الدورة أهميتها، كونها تأتي في ظل تحديات جسام يستلزم معها أن يلعب الإعلام دورا مهما لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين. كما أشار وزير شؤون الإعلام إلى أن الاجتماع ناقش 17 بندا كان من أهمها كيفية التصدي للإرهاب والتوصية بإعلان القدس عاصمة للإعلام العربي. تزامنا مع الاحتفال بيوم الإعلام العربي، شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انعقاد الدورة 47 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي تسلمت رئاسته مملكة البحرين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد تسلمه الرئاسة أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في كلمته على أهمية هذه الدورة، خاصة مع التحديات التي تشهدها الأمة العربية ولا سيما التصدي للإرهاب. يسعدني في البداية أن أنقل لكم تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتقديره لجهودكم القومية في توطيد أواصر العمل الإعلامي العربي المشترك بما يعزز الروابط الأخوية التاريخية ويدعم قضايانا العادلة على الخارطة الإعلامية الإقليمية والدولية. ويطيب لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة وكرم الوفادة ودعمها الدائم لأنشطة جامعة الدول العربية، متمنين لمصر العروبة دوام الأمن والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الطيبة في ترأس أعمال الدورة الماضية لهذا المجلس الموقر. لا شك في أن المخاطر والتحديات تؤكد الحاجة الماسة إلى تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب وتطوير دور الإعلام في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. معربين في هذا الصدد عن اعتزازنا بالمشاركة في التحالف العربي الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية الأمن القومي العربي والوحدة الإسلامية ومحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي للتدخلات الخارجية العدوانية في شؤون العديد من دول المنطقة ومن بينها مملكة البحرين فيما يمثل انتهاكا خطيرا وسافرا للشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار والأخوة الإسلامية. إن ما يشهده العالم العربي من فوضى إعلامية ناتجة عن ضعف الانضباط القيمي والأخلاقي أو قصور المساءلة أو إساءة استغلال الأجواء الإعلامية المفتوحة في بث الشائعات وتهديد الأمن القومي ومخالفة الآداب العامة بحاجة إلى التعاطي معها بأساليب مبتكرة وآليات تشريعية وتنفيذية متكاملة ومتطورة ترتقي برسالتنا الإعلامية في إطار المسؤولية المهنية ورفع قدراتها على التأثير والتنافسية في مواجهة الحملات المضادة. داعين في هذا السياق إلى متابعة الإجراءات الفنية والتشريعية لوقف بث القنوات الفضائية المسيئة أو المحرضة على الكراهية الدينية والطائفية أو التطرف والإرهاب، وتقديم الشكاوي إلى المنظمات الدولية بخصوص القنوات الإقليمية والأجنبية المثيرة للفتنة والمعادية للدول العربية خاصة المدعومة من إيران، استناداً إلى مخالفتها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحظر أي دعوات تحريضية على الكراهية أو العداوة أو العنف أو تهديد الأمن القومي والنظام العام أو مخالفة الآداب العامة. وقامت الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة مملكة البحرين بتكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي لجهوده في قضايا العمل العربي المشترك وبمناسبة انتهاء فترة ولايته للجامعة، وسلمه درع التكريم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس الدورة الحالية. وكرم المجلس أيضا بعض الشخصيات والمؤسسات العربية
بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربي في دورته الأولى، ومن أبرزهم الصحفية ووزيرة الإعلام الأسبق السيدة سميرة بن رجب. هذا تكريم للإعلام البحريني لدور للدور الإعلامي للبحرين على المستوى العربي، فقدمه للشعب البحريني ولجلالة الملك، وقدم مع هذه الجائزة كل شكري لكل هذا الدعم. وناقش مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 47 برئاسة مملكة البحرين 17 بندا أهمها وضع خطة للتحرك الإعلامي في الخارج لتصحيح صورة المسلمين. ما في شك بأن اليوم البحرين تشرفت برئاسة هذا الاجتماع في ظل الظروف الدقيقة اللي تمر فيها المنطقة. تم مناقشة أكثر من 17 بند، ولله الحمد تم اعتماد جميع التوصيات. أهم ما في هذه التوصيات هو اعتماد القدس عاصمة للإعلام العربي، وهذا تأكيدا منا بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في جامعة الدول العربية. حاولت الكثير من القوى الخارجية إلهاء الأمة العربية عن قضيتها الأولى، لذلك جاء اليوم القرار بشكل واضح على إعادة هذه القضية على أن تتصدر المشهد الإعلامي العربي. فيما يتعلق بالبنود الأخرى، كان أهم البنود هو تشكيل لجنة لمراقبة بعض القنوات التي تحاول الإساءة إلى الدول العربية، القنوات التي تحرض على العنف والكراهية. تم تشكيل لجنة سوف تتلقى الطلبات من خلال الدول، ومن ثم تقوم هذه اللجنة باتخاذ إجراءاتها عبر مخاطبة الأقمار الصناعية والشركات الخاصة. سبقا ذكرت بأننا لا نحاول تقييد حريات أو وضع تشريعات تقيد الفضاء الحر. نحن الآن نحافظ على مجتمعاتنا، على دولنا العربية والإسلامية، من خلال التأكيد على أن الجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته للحفاظ على مجتمعاتنا ودولنا العربية. وأكد المشاركون في الاجتماع على ثقتهم في دور مملكة البحرين ورئاستها لهذه الدورة. وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام عقب الاجتماع في مؤتمر صحفي مشترك مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام رئيس قطاع الإعلام والاتصال أهمية هذا الاجتماع لمناقشته العديد من القضايا، أهمها التوصيات بإعلان القدس عاصمة للإعلام العربي والتصدي لظاهرة الإرهاب ودور الإعلام في هذا الشأن وأجندة التنمية المستدامة وتخصيص جوائز للتميز الإعلامي. في ظل ما نشوفه اليوم من محاولات التحريض على العنف والكراهية، تتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته. لذلك الاجتماع اليوم فعلا بين المسؤولين عن قطاع الإعلام العربي، ولكن في نهاية الأمر هم مواطنين عرب مسلمين حريصين كل الحرص على وضع خطوات تنفيذية لحماية مجتمعاتنا العربية والإسلامية. احنا الآن بصدد تشكيل لجنة يتم من خلالها استقبال أي طلب من أي دولة ترى بأن هذه القناة تحرض على العنف أو الكراهية أو محاولة جر الشعوب لحروب أو أزمات طائفية، ليتخذ تجاهها القرار المناسب من خلال خطاب موجه من جامعة الدول العربية للمسؤولين عن هذه الأقمار. نحن لا نتحدث عن تقييد حريات، نحن نتحدث عن مسؤولية وطنية. الآن المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع. نحن لا نتخذ قرارات لمنع حريات، فقط نخاطب هذه الجهات، نثبت لها بأن هذه القناة تقوم بالتحريض على سبيل المثال، أو تدعو للعنف أو تدعو للإرهاب أو تحاول التحريض على الإرهاب. هناك في نهاية الأمر الكل يتحمل مسؤوليته، نحن لا نتخذ قرار، لا يمكن أن نسعى في يوم من الأيام لتقييد حريات. مع تسلم مملكة البحرين لرئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 47، يؤمل منها الكثير في ظل التحديات والظروف التي تمر بها المنطقة، وأيضا في ظل المكانة التي تتمتع بها المملكة داخل الأمة العربية. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من مقر جامعة الدول العربية القاهرة.